بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. طبعا انا في البداية قبل ما نبدأ النهاردة المحاضرة السابعة ان شاء الله، انا حابب ان انا اشكر التفاعل الكويس جدا على الجروب بتاع الكورس، ان انا بصراحة ملاحظ التفاعل بيزيد من محاضرة عن المحاضرة اللي قبلها، وكمان اعضاء الجروب بيزيدوا، يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يعني. فيعني انا بشكر كل عضو في الجروب، سواء كان بيتفاعل او لا، لان مجرد تواجده حتى في الجروب وان يشوف الكلام اللي بيتكتب على الجروب، فاكيد ان شاء الله بيكون بيستفاد يعني. فيعني اتمنى ان شاء الله يكون التفاعل اكتر واكتر ان شاء الله. وكمان يعني انا برضو حابب ان انا اشكر الاعضاء اللي بيشاركوا في حل المشاكل اللي بتحصل عند بعض الناس، يعني ممكن يكون في بعض الناس عندهم مشكلة في فتح الكلاس، أو عندهم مشكلة في فتح البرنامج، أو مثلا عنده كود مثلا فيه عنده أخطاء. فأنا بلاحظ إن الناس لما بتحط الكود في ناس بترد عليهم أو أعضاء بترد عليهم قبل ما نلحق إن أنا أشوف الكومنت بتاعهم يعني، وبسم الله ما شاء الله يعني. فممكن يكون هم عندهم خلفية قبل ما يدخلوا الكورس يعني، فهم بس مجرد بس بيسترجعوا المعلومات. طيب احنا نبدأ كده ان شاء الله المحاضرة السابعة. احنا في المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن اللوبس، واتكلمنا عن الفور لوب، وخدنا كذا برنامج، وكمان خدنا تمرين حليناه مع بعض يعني، حاولنا كده نفكر مع بعض شوية فيه. فاحنا النهاردة هنحاول يعني نصعب الامور شوية، نصعب الامور، قصدي نصعبها مش صعبة عليكم، قصدي نصعب الامور يعني نصعب الفكرة اللي ممكن يجي فيها البرنامج. وبرضه هنتكلم عن الفور لوب، لان انا طبعا هي الكلام اللي هنطبق عليها هيبقى خلاص بالنسبه لبقيه اللوبس الوايل والدو وايل، هيبقى العمليه ان شاء الله مريحه. فاحنا نفكر برضه كده مع بعض، نفتح في الوايت بورد، عايزين نعمل برنامج دلوقتي سريعا، نعمل برنامج يعمل تكرار للنجوم، يعني يطبع كذا نجمه خلاص، يعني مثلا يكون شكل الاوتبوت بتاعنا ده له كام نجمه دول، 1 2 3 4 6 نجوم خلاص. عايزين شكل الاوتبوت بتاعنا بالمنظر ده. طبعا انا الكود ده هنعمله كانه مراجعه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بدايه للبرنامج اللي بعده، يعني انا عايز اوصلكم في الاخر نعمل شكل معين من النجوم، بس هنضطر نمشي ايه مرحله مرحله عشان الناس تفهم ازاي بعد كده توصل للشكل الاخير اللي احنا عايزين نصممه. تمام يا شباب، نيجي للبرنامج، عايزين نفكر بقى نعمل البرنامج ده. فنبدأ في البرنامج. طبعا اول سطور بالنسبة لنا ما فيهاش اي مشاكل، انكلود، نفتح قوس اي او ستريم، بعد كده يوزنج نيم سبيس اس تي دي، نيجي المين بعد كده انت مين، ونفتح قوس المين. انا طالب منكم دلوقتي عايزين نطبع ايه مجموعة النجوم اللي جنب بعض دي خلاص. يبقى محتاجين كام عملية تكرارية؟ اولا 6 نجوم، يبقى محتاجين نكرر العملية 6 مرات. تمام. طيب يبقى هنستخدم الفور لوب خلاص، الفور لوب هتعمل لي التكرار 6 مرات. طيب يبقى انا هستخدم فور. طب نكتب الاعداد بتاع الفور لوب الاول، انت اي، عرفنا ايه المتغير اي، بعد كده فور، الاي تبدا من كام يا شباب؟ دلوقتي انا عايز اكرر حاجه 6 مرات، عايزين كده نفكر كده الفور لوب بتبدا من كام. نبدا من زيرو ممكن. تمام، في حد كتب من زيرو لحد الاقل من، لا في واحد كتب حاجه بس مش مظبوطه. لو بدانا من زيرو، لو بدانا انا طبعا انت ممكن تحدد تبدا من كام، تبدا من زيرو، تبدا من واحد زي ما انت عايز. لو بدانا من زيرو، فور اي بيساوي زيرو. تمام، الكونديشن في الحاله دي هيكون ايه؟ الكونديشن هيكون ايه؟
اي تبقى ايه؟ اكبر منه ولا اقل منه؟ تمام، اقل منه، عشان احنا اتفقنا لما يكون العدد بيزيد يبقى استخدم في الكونديشن علامة اقل منه. لما اكتب اقل من الستة بس، تمام، لو قلت اقل من الستة يبقى هما كام عدد دول؟ ستة، اللي هو 0 1 2 3 4 5، دول 6 عدات. لما اقول اقل من او تساوي الخمسة، صح، اقل من او تساوي الخمسة، يبقى 0 1 2 3 4 5. في ناس كتب اقل من او تساوي الستة، دول كام عدة دول؟ لو كتبت اقل من او تساوي ستة هيبقوا كام عدة؟ دول كده هيبقوا 7 عدات. ده كده هيبقى هيلف على الفور لوب دي 7 مرات، من 0 لحد اقل من او تساوي 6 هيلف عليها 7 مرات، اللي هي 0 1 2 3 4 5 6، تمام. لو عديتهم هتلاقيهم 7. ففي الحالة دي ما ينفعش احط علامة اليساوي، ما ينفعش احط علامة اليساوي. لو انا حطيت 6 ما احطش علامة اليساوي عشان 6 ما تجيش معايا. لما احط اليساوي بس اخليها لحد الخمسة. واضحة النقطة دي؟ تمام. نيجي بعد كده ايه الستيب، الستيب بتاعتي اللي هو مقدار الزياده، طبعا معروفه خلاص، هي طبعا بتزيد من 0 لحد ما توصل للخمسه بتزيد، وبالتالي هتبقى اي بلس بلس، ونقفل القوس بتاع الفور لوب. طيب نيجي بقى ايه الحاجه اللي هتتكرر بقى، او ايه الحاجه اللي هيعيد عليها كل مره. انا عايز اطبع 6 نجوم، فهلف على الفور لوب دي 6 مرات، في كل مره هيطبع لي كام؟ يطبع لي ايه؟ انا دلوقتي عايز اكرر طباعه 6 نجوم، فانا عملت حاجه تلف على تلف 6 مرات، في كل مره يبقى احتاج اطبع نجمه، في كل مره محتاج اطبع ايه؟ نجمه واحده. ففي الكل لو لف على السطر بتاع طباعه النجمه الواحده دي 6 مرات هي هيطبع 6 نجوم. يبقى هعمل ايه؟ سي اوت نجمه، خلاص. طيب عايز النجوم دي تبقى تحت بعض ولا جنب بعض؟ عايز طبعا جنب بعض. يبقى في الحاله دي مش محتاج ان انا احط اند لاين جوه الفور لوب، يبقى اعمل سي اوت نجمه وسيمي كولون. في الحاله دي ايه؟ كل النجوم هتظهر لي جنب بعض، كل النجوم هتظهر لي ايه؟ جنب بعض، خلاص. هاجي بعد كده ايه بره، بعد ما اخلص الفور لوب هيلف طبعا عليها 6 مرات، اعمل سي اوت مثلا اند لاين. بعد كده خلاص انا كده البرنامج بالنسبه لي هيبقى خلص. اعمل ريتيرن 0 واقفل ايه؟ واقفل الميل. طبعا البرنامج ما فيهوش اي حاجه وسهل جدا وبسيط يعني، خلاص. جيت قلت لك ايه؟ قلت لك في البرنامج ده خلي اليوزر، خلي اليوزر يحدد لي طباعة النجوم دي كم مرة. يعني اليوزر هو اللي يحدد، اليوزر هو اللي يحدد أنا عايز أطبع النجمة كم مرة. أنا طبعا في الحالة دي طبعتهم 6 مرات. في الحالة دي أنا محتاج إن ما أخليهاش بخمسة. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أخليها بخمسة، أمال أخليها بكام؟ أخليها بقيمة اليوزر هو اللي يعمل لها إدخال. طيب في ناس بتسالني بتقول او البرنامج اللي مطلعه ده اللي ظهر قدامي هيطبع لي النجوم تحت بعض مش جنب بعض. ليه يا شباب؟ جنب بعض ولا تحت بعض؟ طبعا جنب بعض. السي اوت اند لاين دي اللي انا كتبتها دي موجوده بره الفور لوب مش جوه الفور لوب. بره الفور لوب، واتفقنا قبل كده ان طالما مش حاطط اقواس للفور لوب فال ال ال العباره اللي بيتم تكرارها هي العباره اللي تحت الفور لوب مباشره بس، دي اللي بيتم تكرارها، اما اي عباره ثانيه فدي بره الفور لوب، فسي اوت اند لاين دي بره الفور لوب، خلاص. فانا طلبت من عايز اعمل اليوزر هو اللي يحدد لي عدد ايه؟ عدد مرات التكرار، يحدد لي عدد مرات التكرار بتاعت الفور لوب. فانا هعرف متغير ثاني، تمام. طب قبل ما اعرف المتغير حد يقول لي المتغير ده هيكون نوعه ايه؟ يعني مثلا اليوزر هيقول لي مثلا ايه؟ كرر النجمه دي 5 مرات او كررها 10 مرات، الرقم ده او المتغير اللي هحط فيه الرقم ده المفروض يكون نوعه ايه؟ بالظبط نوع انتجر. ليه انتجر؟ لان احنا المفروض العدد ده هيكون عدد صحيح،
اكررها 5 مرات، اكررها 6 مرات، اكررها 20 مره، كلها دي اعداد صحيحه. مش هيقول لك كررها 5 مرات ونص خلاص. وبالتالي انا هعرف متغير انتجر تاني هسميه مثلا ان، هعرف انتجر تاني اسمه ان. وبالتالي انا عندي متغيرين انتجر اي وان. الاي ده العدد بتاع الفور لوب، والان ده القيمه اللي هيدخلها لليوزر. فانا في الحاله دي هعمل سي ان لقيمه الان. بس احنا مش اتفقنا ان قبل ما بستخدم السي ان لازم قبلها تكون في عباره سي اوت، لازم يكون في قبلها عباره سي اوت عشان افهم اليوزر ايه القيمه اللي هتعمل لها ادخال دلوقتي. فانا قبل السي ان هروح اعمل سي اوت، اقول له مثلا ايه، هقول له انتر ذا نمبر اوف ستارز. كده هيفهم اليوزر ان انت بتدخل عدد الستارز اللي انت عايز تطبعه. واقفل الدبل ايه الكوتيشن والسيمي كول خلاص. وبعد كده اليوزر هيدخل لي قيمه الان. طيب في الحاله دي الفور لوب بتبدا من الزيرو لحد الكام؟ هل تنفع لحد الخمسه؟ لو قلت لحد الخمسه معنى كده هيلف في 6 مرات، لكن انا اتفقت ان اليوزر هو اللي هيحددها، وبالتالي اشيل الخمسه دي واحط مكانها ان، اللي على حسب ما يحط اليوزر. اليوزر حطها حطها بخمسه يبقى هيلف 5 مرات، حطها ب10 هيلف 10 مرات، حطها ب12 هيلف 12 مره. طيب هو في ناس بتقول لي ان ماينس 1، ليه ان ماينس 1؟ تخيل ان دي ب3، نتخيل ان ان دي ب3، اليوزر دخلها ب3، يبقى هو قصدي يكررها كام مره؟ مش 3 مرات؟ اه صحيح صحيح. طبعا احنا بدأنا من زيرو، طبعا بدأنا من زيرو، تبقى اقل من ان ماينس 1، او نشيل علامة اليساوي ونخليها اقل من ان، بس نشيل علامة اليساوي عشان ما تلخبطش ونخليها اقل من ان خلاص. نجربها، لو كانت لو كانت الان ب3 يبقى هيعد من كام؟ 0 1 2، ما هي اقل من، ما فيهاش يساوي. تمام. الدعم الفني بيقول 10 دقايق الصلاة دلوقتي، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. اتفضلوا. السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم يا شباب. نرجع نكمل ان شاء الله. انا هبدا اكمل من اخر سؤال قريته قبل الصلاه من حسين. بيقول ايه فائده البرنامج اللي احنا بنعمله ده؟ احنا الفائده العلميه، ما فيش فائده علميه. يعني انت ترسم 5 نجوم جنب بعض، ايه الميزه؟ او 6 نجوم جنب بعض، ايه الميزه؟ تمام. لكن احنا مش ده الفكره، مش ده الهدف بتاعنا، ده الوسيله، ده نعتبرها الوسيله. اما الهدف انك ازاي تفكر في حل مشكله بالبرمجه. عايز تحل مشكله معينه، فازاي بتفكر فيها عشان تحلها. فالهدف بتاعنا طريقه التفكير في حل البرنامج، طريقه التفكير في حل البرنامج. بنستخدم بقى ان احنا نطبع نجوم، نستخدم ان احنا نطبع علامات استفهام، نستخدم نطبع ارقام. دي الوسيله اللي بنستخدمها علشان نفهم البرمجه ازاي. تمام. فيعني ده رد على سؤال حسين. طيب نرجع نكمل البرنامج بتاعنا. البرنامج ده هل فيه مشكله يا شباب؟ احنا كل في الاول كان محتاجين نطبع 6 نجوم، فكنا عاملين فور لوب من اول 0 لحد الاقل من الستة خلاص، وطبعنا النجوم. بعد كده طلبنا ان احنا نغير في البرنامج بتاعنا، نعدل فيه بحيث ان اليوزر هو اللي يحدد كام نجمه تطبع. فروحنا عرفنا متغير انتجر ان اهو، وطلبنا من اليوزر يدخل قيمه الان ده، وحطيناه هو في نهايه الفور لوب، هو النهايه بتاعت الفور لوب. يبقى اي بيساوي 0، اي اقل من الان، وبالتالي لو الان 5 هيطبع 5 نجوم، لو الان ب10 هيطبع 10 نجوم خلاص. في الحاله دي الاوبت هيبقى شكله مختلف طبعا. الاوبت في الحاله دي هيطلب منا من اليوزر الاول ان يدخل قيمه انتجر اهو، هتظهر له في بدايه الاوتبوت اول ما ينفذ البرنامج. تمام. وبعد كده خلاص طبعا مفيش في بعد انتر ذا نمبر اوف ستارز، مفيش اند لاين، وبالتالي ايه الرقم اللي هيدخله اليوزر اللي هو قيمه الان هيبقى موجود في نفس السطر. يبقى مثلا هيدخل مثلا ايه مثلا 6 خلاص. بعد كده لما تدوس انتر البرنامج هيتنفذ بقى، اللي هو يطبع لك الايه عدد النجوم اللي انت عايزها. فهو طلب 6 يبقى هيطبع له 6 نجوم، وطبعا اتفقنا ان هم يكونوا جنب بعض.
خلاص عايزين بقى نعمل نرتق شوية في البرنامج بتاعنا. خلاص احنا فهمنا القصة دي، خلاص انا هشيل بس الحاجات الاوبشن اللي احنا ضفناهم من موضوع اليوزر ده، احنا بس حطيناه عشان نعرف الناس بس ازاي يعملوه. خلاص وانا اتخيل ان هو عايز اكرر العملية دي 6 مرات بس، تمام؟ يعني هرجع للبرنامج الاساسي بتاعنا اللي هو ايه زي ما كان ايه اول ما نفذناه. خلاص طيب جيت بعد كده عايزين نعدل في البرنامج اللي ظهر قدامنا ده علشان الاوتبوت يظهر لي بدل ما يبقى فيه عندي سطر واحد فيه 6 نجوم، لا انا عايزه يبقوا سطرين فيهم كل سطر فيهم 6 نجوم. الناس شايفه الاوتبوت عايزه يبقوا سطرين مش سطر واحد. عايزين نفكر فيها دلوقتي. انا كان البرنامج اللي ظهر قدامي بيعمل لي سطر واحد فيه 6 نجوم، طب انا عايزه اعملهم سطرين، عايز اعملهم سطرين. ميدو بيقول لي اعمل 2 فور لوب. طيب في ناس بتفكر تفكير ان هو ايه يكرر نفس الكود مره تانية، يعني السطور دي بتاعت الفور لوب دي يكررها تاني، مش اللي انا مظلل له ده دلوقتي بيعمل تكرار، بيعمل تكرار لست نجوم في السطر الواحد، تمام؟ والسي اوت اند لاين دي بينزل سطر جديد، مش كده؟ وبالتالي لو انا عملت كده كررت ال3 سطور دول، ال3 سطور اللي ظاهرين قدامنا دول كررناهم كده اهو، في الحاله دي ال3 سطور الاولانيين هيطبع لي 6 نجوم ويعمل اند لاين، وال3 سطور التانيين هيطبع لي برضه 6 نجوم يعمل اند لاين. هل الكلام ده صحيح؟ يعني هل الكلام اللي موجود قدامنا ده هيطلع نفس الاوتبوت؟ طيب في سؤال كويس برضه، طب في حد بيقول لي طب انا ليه العداد بتاع الفور لوب الثانيه خليته اي برضه؟ ما فيهاش مشكله خالص، طالما ان انا هعد من اول وجديد فانا هعد من اول اي بيساوي زيرو، فكان ايه العداد بيعد من اول اهو من الصفر لحد الاقل من الست، فدي ما فيهاش ايه ما فيهاش اي مشاكل ان احنا نستخدم نفس الاي. خلاص وبالتالي الكود اللي ظهر قدامي ده فعلا هيطلع نفس الاوتبوت اللي ظاهر ايه على الناحيه الثانيه، عباره عن 6 نجوم متكرره على سطرين. انا لسه انا ما قلتش دي الطريقه الافضل، انا على فكره ما قلتش ان دي الطريقه الافضل، لا اكيد طبعا في افضل من كده، انا لسه هكمل. محمد بيسالني الحته الاخيره. طيب احنا مش اتفقنا يا شباب ان الفور لوب اللي انا الجزء اللي هظلله الجزء ده مش بيطبع لي 6 نجوم وينزل سطر، بيطبع لي 6 نجوم وينزل سطر، انا رحت كررته تاني او بعد ما يخلص اول سطر رحت كررته تاني اهو عشان يطبع لي برضه 6 نجوم وينزل سطر. مفهومه كده يا محمد؟ الكلام اللي انا كاتبه ده كاوتبوت والكومبايلر هيطبعه ما فيش اي مشكله خالص ومش هيعترض على اي حاجه عندي في البرنامج، لكن كتفكير في البرمجه كتفكير في البرمجه طبعا تفكير سيء جدا 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 جدا. ليه؟ ليه تفكير سيء؟ افرض قلت لكم يا جماعه ان مثلا عايز اطبع ال6 نجوم دول عايز اطبعهم لمده 10 سطور. هل المنطقي ان ال3 سطور اللي كررتهم دول اقعد اكررهم 10 مرات في البرنامج؟ هل ده يبقى صح في التفكير في من ناحيه التفكير في البرمجه؟ مش الهدف بالنسبه لي ان انا اعمل تكرار للسطور دي، ففي الحاله دي خلاص انا ما اكررش السطور، لا انا الف عليها مره تانية، الف عليها مره تانية، يعني اجبر البرنامج ان يكرر التنفيذ بتاع ال3 سطور دول. فعلشان اعمل كده هحتاج ان انا اعمل فور لوب تانية، اعمل فور لوب تانية. خلاص يبقى انا بعد كده ايه يبقى هيبقى عندي عددين، العدد الاولاني اللي هو الاي اللي احنا مستخدمينه، وفي عدد تاني مثلا اسميه ايه، هسميه ايه. خلاص انا هعمل بقى الفور لوب، فور لوب تانية، بس احط في جوه الفور لوب التانية اللي انا هكتبها دلوقتي احط فيها ال3 سطور دول، احط جواها ال3 سطور دول. خلاص ففي الحالة دي هكتب ايه فور ال A تساوي 0 و ال A اقل من كام. انا بقى اللي بحدد دلوقتي
عايز اكرر الست سطور، الست نجوم دي يطبعوا على كام سطر؟ على سطرين، على ثلاثة، على 10؟ هنتخيل على 10، يبقى في الحالة دي الـ A أقل من الـ 10 و A بلس بلس. خلاص، يبقى كده الفور لوب هتستمر كام؟ هيلف عليها 10 مرات. بعد كده افتح قوس طبعا عشان في اكتر من سطر هيتنفذ جوه الفور لوب، واحط ايه بقى التلات سطور كده ايه داخل الفور لوب الكبيره دي. وبعد ما اخلص اروح اقفل ايه، اقفل الفور لوب الكبير. في الحاله دي ايه اللي حصل؟ انا كده اجبرت الكومبايلر ان التلات سطور دول، يلف عليهم 10 مرات. اجبرت الكومبايلر ان الثلاث سطور يلف عليهم 10 مرات، وفي الحاله دي هيعد بقى ايه من 0 لاقل من 6 سي اوت ستارز، يطبع 6 نجوم، وبعد كده يعمل اند لاين. ادي اول سطر، بعد كده يلف على الفلوب الكبير اللي هي الايه، يدخل جواه ينفذ نفس الكلام، يطبع 6 نجوم جنب بعض ويعمل اند لاين. بعد كده يطلع على الفلوب الكبير اللي هي الايه، ينفذ الفور لوب الصغيره تاني، يطبع 6 نجوم ويعمل اند لاين، وهكذا. يبقى كده هيكررها كام مره؟ 10 مرات. لو انا جيت رحت غيرت، لو قلت لك مثلا خلي الطباعه مثلا على 5 سطور، الطباعه على 5 سطور يعني يطبع 5 سطور كل سطر عباره عن 6 نجوم، يبقى في الحاله دي الايه تبقى اقل من كام؟ تبقى اقل من 5 سطور، اقل من 5. تمام، قلت لك لا اطبعهم لي على 15 سطر، على 15 سطر يبقى اقل من 15، هتبقى ساعتها تغيير سهل جدا، يا دوبك الرقم بس بغيره. ولا بيسالني هو ايه اللي عرف الكومبايلر عدد السطور بتاعت الايه، انا اللي بحدده، انا وانا بعمل البرنامج بحدد عايز اطبع الست نجوم دول على 5 سطور ولا على 6 سطور ولا على 7 سطور، انا اللي بحدد. فعشان كده رحت كتبتها ايه بناء على الرقم اللي بحدده اللي هي ايه، مثلا اقل من 15 زي ما ظهر قدامنا كده. نيجي بعد كده ايه، طلبت منك يكون الاوت بتاعنا بالمنظر ده، عايز الناس تركز معايا فيه. شايفين البرنامج اللي ظهر قدامنا ده؟ دلوقتي انا عايز اعمل اطبع الشكل ده، هو شكل هرم شويه. طيب هنلاحظ في البرنامج اللي فات اللي احنا لسه ظهر قدامنا، بيكرر العمليه على اكتر من سطر، بس كل مره عدد النجوم ثابت، كل مره بيطبع 6 نجوم، السطر الاولاني زي السطر الثاني زي السطر الثالث وهكذا، مش كده؟ انا بقى عايز في البرنامج ده ان عدد النجوم اللي بيطبع في كل سطر يكون مختلف. يعني في اول مره يطبع نجمه واحده، اول سطر يطبع نجمه واحده، ثاني سطر يطبع نجمتين، ثالث سطر يطبع 3 نجمات، وهكذا. خلاص، عايزين بقى نعمل الكلام ده، نفكر فيه. طب عشان نفكر فيها عايزين بس نرجع البرنامج، مين اللي بيحدد لي رقم السطر، الايه ولا الاي؟ تمام، الايه هو اللي بيحدد رقم السطر، رقم السطر رقم 0، رقم السطر 1، مش هو ده ال 10 سطور؟ تمام. طب مين اللي بيحدد لي عدد النجوم في السطر، الايه ولا الاي؟ تمام، الاي مظبوط. يبقى بالتالي ايه، انا هكتبهم كده على جنب هنا، الـ A اللي هو رقم السطر، والـ I اللي هو رقم النجوم في السطر. خلاص؟ طيب نمشيها سطر سطر كده، ممكن الناس تمشي معايا سطر سطر. في الـ A بدأ من كام؟ الـ A بدأ من 0، يعني معنى كده إيه؟ إن أول سطر إديت له رقم 0. معنى كده إن أول سطر إديت له رقم 0. خلاص؟ يبقى السطر رقم 0 طبعت فيه كام نجمة؟ حد يقول لي كده، طبعت في سطر رقم 0 كام نجمه؟ في سطر رقم 0 في نجمه واحده بس. طيب السطر رقم 1 اللي هو تاني سطر في كام نجمه؟ نجمتين. تمام، السطر رقم 2 اللي هو تالت سطر عندي في كام نجمه؟ 3. تمام، السطر رقم 3 اللي هو رابع سطر عندي في كام نجمه؟ 4، وهكذا. خلاص، انا كل هدفي من كتابه الجزء ده ان انا عايز اعمل علاقه ما بين رقم السطر ورقم وعدد النجوم في السطر، عايز اعمل العلاقه دي. خلاص،
على اساس ايه؟ ان انا عندي بحدد عدد النجوم اللي بيتبع في السطر بناء على رقم السطر، مش كده؟ مش انا كده بحدد عدد النجوم اللي بيتبع في السطر بناء على رقم السطر؟ لو رقم السطر 0 هيطبع نجمه واحده، لو رقم سطر 1 يطبع نجمتين، لا يطبع نجمتين ايوه، لو رقم سطر 2 يطبع 3 وهكذا. خلاص؟ طب ايه العلاقه دي؟ انا بقى هقول ايه تحت هنا؟ اجيب العلاقه ان الاي اللي هو عدد النجوم بيساوي، لو فكر فيها كده، بيساوي كام بالنسبه للايه؟ بيساوي كام بالنسبه للايه؟ مش هي مش بتساوي ايه زائد الواحد، مش كده؟ ايه بيساوي زائد واحد؟ جرب كده لما تكون الايه بزيرو هيطلع لك كام نجمه؟ نجمه اهي، عوض في المعادله هيطلع لك نجمه واحده. لما تكون الايه باتنين، يعني السطر الثالث لما يكون الايه باتنين، عوض كده عن الاي، اي عوض عن الايه، يبقى اي بيساوي اتنين زائد واحد تبقى ثلاثة، وهكذا. المهم عندي المعادله دي، لو جبت المعادله دي خلاص البرنامج خلص، لو جبت المعادله دي البرنامج خلص. فهل في حد عنده مشكله في المعادله؟ جت ازاي؟ تمام. طب ايه اللي هيتغير في البرنامج بتاعنا؟ نيجي نبص كده ايه الحاجه اللي هتتغير. بس الحاجه اللي هتتغير ان بدل السته دي اللي بطبعها كنت بطبعها كل مره، لو ست نجوم كل مره، لا هكتب ايه زائد الواحد بس، والبرنامج خلص على كده. هيبقى البرنامج خلص على كده. طبعا انا في الحاله دي بطبع 10 سطور، انا في الحاله دي بطبع ايه 10 سطور، كل مره بيطبع كام نجمه على حسب معادله ايه الايه زائد الواحد دي، وبالتالي مش كل مره هيطبع لي رقم ثابت من النجوم، مش في كل سطر هيطبع لي رقم ثابت من النجوم، لا هيطبع لي على حسب المعادله دي اللي احنا استنتجناها. مفهوم الكلام اللي انا بقوله ده؟ طب حسين بيسأل السؤال كويس، احنا مش استنتجنا ان معادله الاي تساوي ايه زائد واحد، مش كده؟ طيب ليه كتبها اي اقل من ايه زائد واحد في البرنامج؟ مش اتفقنا يا حسين ان لازم الـ لما يكون الفور لوب بتبدا من الزيرو وتنتهي والرقم بيزيد، او بيبدا من رقم قليل وبيزيد، لازم يكون في المعادله فيها علامه اقل من، فدي علامه الاقل من جايه من كده. خلاص؟ لكن الـ 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 لو جربها، طب نجربها عشان برضو نفهمها. تخيل ان الايه اول مره بزيرو، مش كده؟ الايه اول مره بزيرو اهو، اول حاجه هينفذها كومباير الايه اول مره بزيرو. بعد كده الايه اقل من 10، الزيرو اقل من 10، ايوه الزيرو اقل من 10، تمام. يدخل جوه بقى يخلي الاي ايه بتساوي زيرو. بعد كده الاي اقل من ايه زائد واحد، الايه زائد واحد معناها كام؟ مش الايه احنا اتفقنا ان هي داخله بزيرو، زيرو زائد واحد واحد، يبقى الاي اقل من واحد، يبقى الاي تبدا من زيرو وتبقى الاي اقل من واحد، دي فيها كام عده؟ لو من زيرو واقل من الواحد هي عده واحده، هي تبقى عده واحده. تاني لما تكون الاي بيساوي زيرو والاي اقل من ايه زائد واحد اللي هي بتساوي واحد، تمام، يبقى الاي اقل من الواحد هي عده واحده، يبقى تلاقي ايه اللي هيطلع على الشاشه؟ ايه؟ نجمه واحده بس، اللي هي اول نجمه. بعد ما يطبع اول نجمه يعمل ايه على الشاشه؟ اند لاين. خلاص؟ هيطلع فوق يخلي الايه بدل ما كانت تبقى بواحد الايه تبقى باتنين، يعني سوري، بدل ما تبقى زيرو الايه تبقى بواحد، بدل ما الايه تبقى بزيرو الايه تبقى بواحد. خلاص؟ ففي الحاله دي ايه؟ الاي هتساوي زيرو، هتبدا من الزيرو من تاني. لكن الاي تبقى اقل من كام في الحاله دي؟ واحد زائد الواحد، واحد زائد واحد بكام؟ باتنين. واحد زائد واحد اللي هي باتنين، وفي الحاله دي الاي تبقى اقل من اتنين، لما يكون زيرو واقل من الاتنين يعني معنى كده هيعد كام عده؟ هيعد مرتين، في المرتين هيطبع ايه؟ في كل مره هيطبع نجمه، فهيطبع لي نجمتين جنب بعض اهو، هيطبع لي نجمتين جنب بعض. خلاص؟ وبعد ما يطبع النجمتين يروح يعمل ايه؟ سي اوت اند لاين اهو، هينزل سطر جديد، فبدل ما يبقى في السطر ده هيروح السطر اللي بعده.
ويستمر على هذا الأساس. بعد كده يطبع 3 نجوم، بعد كده يطبع 4 نجوم، 5 نجوم، وهكذا. مفهومة دي يا شباب؟ طيب أنا هعدل بقى في البرنامج وهخليه بالشكل ده. شايفين الاوتبوت بتاع شكله ازاي؟ خلاص. فايه بدل ما نتلخبط ندخل على طول على المعادله، عايزين نستنتج المعادله بتاعته. نستنتج المعادله بتاعته دلوقتي. نمشي سطر سطر. السطر رقم 0 السطر رقم 0 في كام نجمه؟ نعيد ايه؟ نعيد الكلام من اول اهو. في نجمة واحدة، السطر رقم 0 في نجمة واحدة، السطر رقم 1 في كام نجمة؟ 3. السطر رقم 2 في كام نجمة؟ 5. السطر رقم 3 في كام نجمة؟ 7. اللي فاهم، اللي فاهم و يعني ممكن يفكر شوية يقدر يكتب لي المعادلة دلوقتي عبارة عن ايه. انا عايز اشوف المعادلة بتاعت الاي، الاي هتساوي كام بالنسبة للاي؟ اهو الاي هتساوي اي بيساوي ايه زائد 2؟ لا مش صح. جرب كده، لما بتقول اي ايه بيساوي ايه زائد 2، جرب عوض كده عن الاي بقيمة وشوف هل هيطلع لك قيمة الاي ولا لا. تمام. هو الناس ابتدت تطلع الاجابه صح، الناس ابتدت تستجيب طلع اجابه صح. محمد برضو الماحي، لا محمد لسه برضو المعادله مش صح كده. لما بتقول اي بيساوي اي زائد 1 جرب. طيب لما تكون الاي الاي بواحد، لما تكون الاي بواحد، 1 زائد 1 ب2. طب انت عندك الاي بكام؟ المفروض تطلع ب3 مش ب2. خلاص. طيب نبص ايه عشان نفهمها، علشان نفهم نفهمها ازاي. تمام الناس بدأت تجاوب صح، اللي هو 2 في اي زائد 1. طب نستنتجها ازاي المعادله دي؟ نستنتجها ازاي؟ بص يا شباب دلوقتي الـ 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 الارقام دي ماشيه ايه؟ الارقام بتاعت الاي دي مش ماشيه فردي، او بلاش ماشيه فردي، مش ماشيه 2 2 يعني بيزيد بمقدار 2. يعني اول مره بقت 1، اول مره 1، ثاني مره بقت 3، بعد كده 5، بعد كده 7، مش كده؟ مش ماشيه 2 2. تمام. في الحالة دي أول ما الاقيها ماشية 2 2 على طول أضرب الـ A في 2. على طول أضرب الـ A في 2، يعني أقول 2 في A. يبقى دي أول حاجة أعملها. لما ألاقي الأرقام ماشية بتزيد بمقدار 2 يبقى أقول 2 في A. خلاص؟ طيب نيجي بقى دلوقتي 2 في A. لو في شغل الحساب شوية لو نفتكره، أي حاجة بتضرب في 2 بيبقى رقم زوجي. مش كده؟ اي رقم تضربه في 2 يطلع لك رقم زوجي، مش هيطلع لك فردي ابدا، مش هيطلع لك رقم فردي ابدا. خلاص. طيب انا دلوقتي الارقام اللي ماشيه عندي في الاي ماشيه فردي مش ماشيه زوجي. لو كانت ماشيه زوجي كنت هسيبها على كده، الاي بيساوي 2 في الاي، لكن هي ماشيه فردي. فعشان اقلب الارقام بدل ما تمشي زوجي تمشي فردي، اعمل حاجه من الاثنين، لا اما ازود واحد لا اما انقص واحد. فهي الانسب بالنسبه لي بالظبط ان انا ازود واحد، ان انا ازود ايه؟ واحد. في الحاله دي هو هيضرب قيمه الاي في 2 ويجمع عليها واحد، مش كده؟ بس انا كده طلعت المعادله. جرب كده، لما تكون الاي بزيرو هيبقى 2 في الزيرو بزيرو زائد واحد بواحد، يبقى قيمه الاي بواحد اهو. لما يكون الاي ب2، لما يكون الاي ب2، 2 في 2 ب4 زائد الواحد تبقى 5 اهو، اللي هي قيمة الاي ب5. لما يكون الاي ب8، لما يكون الاي ب8 يعني السطر رقم 9، السطر التاسع يعني. خلاص. 8 في 2 ب16 زائد 1 هيبقى عندي 17 نجمة في السطر ده، وهكذا. طيب انا دلوقتي استنتجت المعادلة، ايه اللي هيتغير بقى في البرنامج؟
بالظبط قيمه الاي اقل، احط مكانها ايه المعادله دي اهو، اشيل المعادله القديمه بتاعت البرنامج اللي فات واحط مكانها 2 في الاي زائد الواحد بس كده، وبقيت البرنامج يفضل زي ما هو ما فيهوش اي تعديل. لا لا مش شرط، عبد الله بيقول لي مش المفروض الحرف قبل الرقم، يعني اقول ايه في 2 بدل 2 في ايه؟ لا مش شرط يا شباب، دي عمليه حسابيه، اضرب الاثنين في الايه او الايه في الاثنين ما فيهاش اي مشكله خالص. هو عبد الله بس لخبط لما احنا كنا بنقول ان لما تيجي تعرف متغير جديد اسم متغير لازم يكون يبدا بحرف، فعشان كده كنا بنقول كده ساعتها، لكن في العمليه الحسابيه اضرب الرقم في المتغير او المتغير في الرقم، العمليه ما فيهاش اي مشكله خالص. هل في حد عنده مشكله في البرنامج اللي ظهر قدامي دلوقتي او في الفكره اللي احنا بنتكلم عنها؟ على ما اعتقد دلوقتي لو عملت لك اي شكل هرم نجوم هتعرف تعمله، مش كده؟ طيب عشان نشوف الناس وصلت لمرحله ال نقول ايه البروفيشنال في الموضوع النجوم ده، طبعا في موضوع النجوم خلاص، فعايزين نعمل الشكل ده. شايفين الشكل الهرم ده؟ نمشيها سطر سطر، السطر رقم 0 فيها كام نجمة؟ فيها نجمتين مش كده؟ السطر رقم 1 فيها، أنا شايف ناس ابتدت تجاوب الإجابة صحيحة قبل ما أكمل الشرح وده كويس، بس الناس اللي لسه مش فاهمة تركز معايا، الناس اللي لسه متلخبطة شوية تركز معايا. السطر رقم 0 فيه نجمتين، السطر رقم 1 فيه 4 نجوم، السطر رقم 2 فيه 6 نجوم، وأكيد السطر رقم 3 هيكون فيه 8 نجوم. خلاص؟ عايزين بقى نحسب المعادلة، نعدها تاني أو نفكر فيها من أول وجديد. دلوقتي الأرقام بتاعت الأي بتمشي واحدة واحدة ولا 2 2؟ بالظبط 2 2، وبالتالي يبقى لازم اضرب الايه في الاثنين، لازم اضرب الايه في الاثنين، تمام كده؟ طيب هي بتمشي زوج ولا فردي؟ ماشيه زوجي مش كده، وبالتالي يبقى مش محتاج ولا ازود واحد ولا انقص واحد. طيب نجرب كده نشوف المعادله مظبوطه ولا لا. لما تكون الايه بزيرو اهي، لما تكون الايه بزيرو، زيرو في 2 بكام؟ مش بزيرو. طب انا عايز اطلع الايه بكام في الحاله دي؟ عايز اطلع الاي بكام؟ الاي ب2، انا عايز اطلع قيمه الاي ب2 خلاص. يبقى انا في الحاله دي ايه محتاج ازود بس 2، محتاج ازود 2 علشان تبقى المعادله كده ايه خلاص بقت مظبوطه. خلاص جرب كده في اي سطر كده، جرب اي سطر هيطلع لك الناتج صحيح. لو كانت مثلا الاي بيساوي بيساوي 2، لما تكون الاي بيساوي 2 ف 2 في 2 بكام؟ ب 4، لما تجمع عليها 2 تبقى 6 اهو الاي ب 6. لما تكون الاي ب 3، 3 في 2 بكام؟ ب 6 زائد 2 يبقى 8، ادي ال 8 اهي. خلاص يبقى كده استنتجنا المعادله. ايه اللي هيتغير في البرنامج بتاعي بقى دلوقتي؟ اي هتبقى في الحاله دي بدل ما اي تبقى اقل من 2 في اي زائد 1 تبقى اي اقل من ايه 2 في اي زائد 2. هل الكلام ده فيه مشاكل يا شباب؟ هصعبها عليكم، انا هدخل في تحدي معاكم. ما ينفعش معاكم غير كده، لازم اتحداكم علشان اطلع الافكار من دماغكم. ايه رأيك في الشكل ده؟ الناس سكتت ليه؟ خافت ولا ايه؟ ايه النظام؟
في واحد بيقول لي اعكس الفولو، بدل ما تبقى الفولو بتبدا من الصغير للكبير اخليها من الكبير للصغير. لا طبعا مش صحيح الكلام ده، مش صحيح الكلام ده يا شباب. لا انا مش عايز ايه، مش عايز اقول يعني، انا عايز الناس تجاوب وبعد كده ايه نتناقش فيها. انا مديلكوا فرصه تجاوبوا. لا الى الان محدش اداني الاجابه الصحيحه، انا كسبت التحدي كده، انا الى الان كسبت التحدي. لا مش الصح ان احنا نبدا بالعكس، مش ده الصح. هنخلي الفلوب زي ما هي، تبدا من الصفر للكبير بتزيد معايا، بس انا عايز كل مره عدد النجوم اللي بتطبع يكون عدد ايه، كل مره يقل عدد النجوم اللي بتطبع كل مره تقل. انا مستني خلاص هجاوب، انا بهدد. في اتنين بس جاوبوا الاجابه الصحيحه. طيب عشان نفكر فيها، هو طبعا الاثنين اللي جاوبوها محمد تقريبا وميدو اللي جاوبوا صح، بس نفكر فيها، نفكر فيها يا شباب. هي سهله ما فيهاش حاجه، بس ايه عايزه بس تفسير تفكير. احنا في اول سطر، السطر رقم زيرو، في كام نجمه؟ ما انسى الفول لوب خالص، تمام؟ في ست نجوم. السطر رقم واحد في كام نجمه؟ خمسه، تمام. السطر رقم اتنين في كام؟ اربعه. السطر رقم ثلاثه في ثلاثة. السطر رقم أربعة هتلاقي فيه نجمتين. السطر رقم خمسة فيه نجمة واحدة، مش كده؟ عايزين بقى نشوف المعادلة، عايزين نشوف المعادلة. بص يا شباب عشان نفكر صح، علشان نفكر صح، احنا في البرنامجين اللي فاتوا كان دايما قيمه الاي بتزيد، مره تبقى يعني الاي هتبقى نجمه، بعد كده نجمتين، بعد كده ثلاث نجوم، بعد كده اربع نجوم، بعد كده خمس نجوم، قيمه الاي بتزيد مش كده؟ او مره مثلا كانت نجمتين، بعد كده اربعه، بعد كده سته، بعد كده ثمانيه، وهكذا. فقيمه الاي كانت ساعتها بتزيد. ففي الحاله دي لازم احط الاي كموجبه، لازم تكون سوري، لازم تكون اشاره الاي موجبه. اشاره الايه موجبه، طالما ان الاي بتزيد فلازم تكون اشاره الايه موجبه. انا بقى في الحاله اللي ظاهره قدامي دلوقتي قيمه الاي بتقل، قيمه الاي ايه بتقل، ففي الحاله دي لازم تكون اشاره الايه سالبه عشان هي بتقل. فبدل ما تبقى ايه هتبقى سالب ايه. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه استنتجناها، اول حاجه استنتجناها لما تكون الاي بتقل اخلي الاي بالسالب. خلاص. طيب في رقم بقى المفروض اتضاف، يعني في رقم هيتجمع على سالب ايه ده عشان يطلع لي المعادله. الرقم ده كام؟ جربها من اول واحده. ايه الرقم اللي تطرح منه قيمه الاي يطلع لك 6؟ هيبقى 6 اول مره، هيبقى 6 اهو، يبقى 6 ناقص الايه. جرب كده، جرب كده لما تكون الايه بزيرو، 6 ناقص 0 ب 6 طلع لي قيمه الاي الاولى. لما تكون الايه ب 2، لما تكون الايه ب 2، 6 ناقص الاثنين فيها الاربعه، اهو قيمه الاي ب 4. لما تكون الايه ب 5، 6 ناقص 5 فيها الواحد. فهمتوا الفكره يا شباب؟ دي بقى المعادله اللي انا عايز اوصل لها، 6 ماينس ايه. هل كل الناس فاهمه المعادله دي جت ازاي ولا في حد عنده مشكله؟ تمام. يبقى في الحاله دي المعادله بس اللي هكتبها في البرنامج بتاعي، هشيل الاثنين في ايه زائد 2 دي واحط مكانها 6 ناقص الايه بس، وخلص، خلص البرنامج. هل انا غيرت في الفور لوب؟ هل عكست الفور لوب وخليتها بدل ما بتزيد بخليتها بتنقص؟ كل الكلام ده ملوش اي علاقه. انا اللي هدف بالنسبه لي المعادله، لو المعادله كتبتها مظبوط خلاص اللي انا عايزه هيطلع على الاوتبوت. واضحه النقطه دي؟
لا مش هيطلع ايرور. الايرور ليه؟ هيطلع ايرور ليه؟ بالظبط احمد بيقول يعني التغيير دايما بيكون في الاي اقل من في الكونديشن بتاع الاي. بالظبط كده خلاص. طيب انا بقى هدخل على التحدي الاكبر، التحدي الاكبر تمام، وعلى ما اعتقد صعب ان الاقي حد يطلع المعادله صح. اخش على اللي بعده. مين مستعد للتحدي الاكبر؟ طيب يا شباب نبص بقى على الشكل ده. ايه رايكم في الاوتبوت اللي طالع قدامي؟ صعبه ليه؟ دي تافهه. عشان اسهلها عليك شويه دلوقتي عندنا ايه، احنا في كل مره كنا بنبدا طباعه النجوم من بدايه السطر مش كده؟ كل مرة بنطبع، ولا بتقول ان هي جات لها في امتحان الميد تيرم. طيب انا عايز اوصلك في نهاية المحاضرة ان تكون فاهمة، فاهمة مش حافظة، ان انت تعملي البرنامج ده. طيب في البرامج اللي فاتت كلها لو هتفتكروا هتلاقي كل مرة كنت بطبع النجوم من بداية السطر، يعني اول ما ابدا السطر هبدا في طباعة النجوم على طول. لكن انا في الحالة دي لا، هتلاحظ ان انا عندي هنا في لازم اطبع في الاول مسافات من بداية السطر. هنتخيل ان السطر بدايته مثلا من اول هنا. ثواني كده يا شباب. هنتخيل ان ده بداية السطر خلاص. ففي الحالة دي أنا بقى عايز إيه؟ في الأول أطبع مسافات وبعد كده أطبع إيه؟ النجم. الحالة التانية أطبع مسافات وبعد كده نجوم، أطبع مسافات وبعد كده نجوم. يبقى هلاحظ إيه؟ يبقى لازم هحتاج إن أنا أعمل فور لوب علشان المسافات بس، عشان المسافات اللي بتطبع قبل النجوم تمام؟ وبعد كده الفور لوب بتاعت النجوم. الناس فاهمة كلامي؟ هزود في البرنامج ده مسافات قبل طباعة النجوم. بالظبط. وبالتالي أنا عندي كده ثلاثة فور لوب. فور لوب للسطور اللي هو بيحدد لي كام سطر عايز أطبعه، اللي هي بتاعتها اللي هي باسم إيه؟ الخاصة بالمتغير إيه؟ وفور لوب يطبع لي المسافات، وفور لوب يطبع لي النجوم. خلاص؟ طب هسأل سؤال. في كل سطر مين اللي هيطبع الأول؟ المسافات الأول ولا النجوم الأول؟ تمام، لازم نطبع في الأول المسافات وبعد كده نطبع النجوم. خلاص؟ طيب، الكلام ده طباعة المسافات وبعد كده طباعة النجوم، مش هيتكرر معايا مع كل سطر؟ هيتكرر معايا مع كل سطر، مش كده؟ يعني في كل سطر، السطر رقم زيرو هيطبع مسافات وبعد كده نجوم. سطر رقم واحد يطبع مسافات بعد كده نجوم، سطر رقم اثنين هيطبع مسافات بعد كده نجوم، وهكذا. خلاص؟ يبقى الفور لوب هتبقى مكانها فين؟ انا اللي ظهر قدامي في البرنامج دلوقتي الفور لوب بتاعت السطور اهي اللي هي بتاعت الايه، وجواها فور لوب بتاعت ايه؟ النجوم. مش كده؟ اتفقنا دلوقتي ان احنا هنحط الفور لوب بتاعت المسافات قبل النجوم. الفور لوب بتاعت المسافات قبل النجوم. مش كده؟ يبقى انا بعد ما افتح القوس بتاع الفور لوب الكبيره
ابدا اكتب ايه فور لوب بتاعت المسافات فور. طيب مش المسافات دي هيكون لها عداد؟ المسافات دي هيكون لها عداد مش كده؟ العداد ده هعرفه فوق انتجر اهو، هسميه مثلا جي، هسميه جي خلاص. طيب يبقى انا 4 الجي تبدا من 0 برضه، الجي ملهاش دعوه ان احنا بنبدا بنعد بالعكس. طيب حسين مش فاهم حاجه، طيب اقولها من تاني يا شباب، اقولها من تاني، حاضر اقولها من تاني دلوقتي يا شباب. مع بدايه كل سطر، عايز ناس تركز معايا شويه، مع بدايه كل سطر مش بطبع مسافات وبعد كده بطبع نجوم؟ بطبع في الاول المسافات وبعد كده بطبع ايه النجوم مش كده؟ طيب قبل ما كنا بنتكلم عن المسافات ده، مش كان اللي جوه الفور لوب الكبيره بتاعت الايه، جوه الفور لوب بتاعت الايه، مش كان جواها فور لوب بتطبع لي نجوم؟ ساعتها ما كانش فيه مسافات بنطبعها، فكنا على طول بندخل جوه الفور لوب الكبيره اول حاجه نطبعها اللي هو النجوم، فعشان كده كنا بنعمل ايه 4i بيساوي 0 i اقل من المعادله اللي بنحسبها y بلس بلس سي اوت نجم خلاص. ايه اللي زاد علينا في البرنامج ده؟ اللي زاد علينا ان انا عايز اطبع مسافات، قبل ما ابدا اطبع في النجوم اطبع مسافات خلاص. فطالما ان انا قلت قبل ما اطبع نجوم، وبالتالي لازم يكون ايه في الجزء اللي قبل طباعه النجوم في حاجه معينه تطبع لي بيها المسافات. طب هل انا بطبع مسافه واحده ولا مسافتين ولا ثلاثه؟ لا ده على حسب السطور، يبقى انا برضه هعمل لها فور لوب تاني، يبقى في فور لوب للمسافات وبعدها كده في فور لوب للنجوم خلاص. الفور لوب بتاعت النجوم موجوده قدامنا جاهزه اهي، يبقى لازم اعمل قبلها ايه فور لوب للمسافات، ده اللي احنا بنقوله. الى الان الكلام واضح تمام؟ يبقى انا هبدا في الفور لوب بتاعت المسافات، اقول فور سميناها جي، على فكره سمينا العدد بتاعها جي وعرفته فوق اهو، انا عرفته فوق في الانت، انت اي واي وجي خلاص. يبقى 4 جي. طيب العدد بتاع المسافات هل لازم يعد بالعكس عشان يعد عشان يظهر لي بالشكل ده، ولا نبدا كل مره بالزيرو؟ اتفقنا كل مره نبدا بزيرو، لكن الاختلاف بتاعها هيكون ايه؟ المعادله بتاعته، هنستنتج المعادله بتاعته ونحطها مش كده؟ يبقى 4 جي بيساوي 0 و الجي اقل من المعادله اللي انا لسه هحسبها تمام، و الجي بلس بلس. انا لسه ما استنتجتش المعادله، لسه هنستنتجها خلاص تمام. ايه اللي هيطبع بقى في الفور لوب دي؟ ايه اللي هيطبع؟ مسافه سي اوت، يطبع المسافه، اعمل دبل كوتيشن واحط مسافه واقفل الدبل كوتيشن خلاص. زي ما الفور لوب اللي تحت بتطبع نجمه وبيكررها، الفور لوب اللي فوق برضه بيطبع مسافه وبيكررها خلاص. انا لسه هحدد بقى المسافات اللي بتطبع، لسه مفهومه كده؟ نيجي بقى للمعادلات، عايزين نستنتج المعادله بتاعه المسافات والمعادله بتاعه النجوم. احنا عايزين نستنتج في الاخر معادله الجي ومعادله الاي خلاص. نمشي سطر سطر. السطر رقم 0 في عملنا كم مسافه؟ عملنا كم مسافه في سطر رقم 0؟ عد كده هتلاقي حوالي 5 مسافات ولا اربع مسافات، عملنا حوالي اربع مسافات وبعد كده كتبنا اول نجمه الناس معايا.
الناس سايباني ومتلاقي ماسكه ورقه وقلم وعماله تحسب. حسين بيسألني ليه 4 مسافات؟ عدهم عدهم عشان اطبع النجمه الاولى دي لازم هعمل 4 مسافات عشان اطبع اول نجمه. طب عرفت ازاي؟ اخر سطر، اخر سطر في النجوم هتلاقي اول نجمه لازقه في ايه، في بدايه السطر، اول نجمه لازقه في بدايه السطر خلاص. وبالتالي السطر اللي فوقيه ساب، السطر اللي فوقيه ساب مسافه، السطر اللي فوقيه ساب مسافتين، السطر اللي فوقيه ساب 3، يبقى اول سطر ساب 4 مسافات خلاص. طيب في السطر اللي فيه 4 مسافات ده عملت فيه كام نجمة؟ عملت فيه كام نجمة؟ هي نجمة واحدة خلاص. طيب السطر التاني عملت فيه كام مسافة؟ 3. طبعت فيه كام نجمة؟ 3. السطر اللي بعده عملت فيه كام مسافة؟ مسافتين، وطبعت فيه 5 نجوم. بعد كده السطر اللي بعده طبعا عملت فيه نجمة واحدة، سوري، عملت فيه مسافة واحدة وطبعت فيها 7 نجوم. السطر الرابع او اللي هو الخامس، اللي هو السطر رقم 4 اللي هو الخامس يعني، ما طبعتش فيه اي مسافات، ما طبعتش فيه اي مسافات، وعملت فيه 7 نجوم، 9 نجوم، سوري 9 نجوم. هل في حد عنده اعتراض على الارقام اللي ظاهره قدامي؟ بالظبط، ولا كده جابت المفيد. انا كده كاني بعمل مثلث مقلوب بالمسافات، الفور لوب بتاعت المسافات كاني بعمل مثلث مقلوب بالمسافات. فاكرين البرنامج اللي لسه قايله من شويه قبل ده على طول، ان انا ازاي اعمل مثلث مقلوب؟ انا ليه شرحته؟ شرحته عشان عشان امهد لكم للبرنامج ده خلاص. طيب عايزين بقى نجيب معادله الجي بالنسبه للاي تبقى ايه، ومعادله الاي بالنسبه للاي تبقى كام. نبدا في الاول بمعادله الجي. حد يقدر يقول لي كده معادلة الجي عبارة عن ايه؟ معادلة الجي اتفقنا طالما ان العدد بتاع الجي بيقل يبقى لازم يكون فيه سالب مع الايه، لازم يكون فيه سالب مع الايه خلاص. طيب يبقى حاجة ناقص الايه، ايه اللي ناقص الايه؟ 4 بس. 4 ماينس ايه؟ 4 ماينس A خلاص. بس جرب كده في المعادلة، لما يكون ال A بواحد 4 ماينس 1 يبقى 3، لما يكون ال A باتنين 4 ماينس 2 تبقى 2، وهكذا خلاص. طيب نيجي لمعادلة ال I، نيجي لمعادلة ال I خلاص. انسى بقى ايه، انسى العمود بتاع الجي ده، انسى العمود بتاع الجي، لما تجيب معادلة ال I انسى العمود بتاع الجي. في معادلة الاي طبعا ايه، عشان بس الناس ما دماغها ما تجيش عليه، انا هشطب كده ايه العمود بتاع الجي، فخلي عينك على الاي والاي. ايه المعادلة بقى هتكون ايه؟ الاي بتساوي ايه؟ طبعا هتلاقي الارقام بتاعت الاي بتمشي فردي، الارقام بتاعت الاي بتمشي فردي، وبالتالي لازم هكون ضرب ال A سوري، الأرقام بتاعت الـ I بتمشي 2 2 بيزيد 2 2، وبالتالي لازم هتكون الـ 2 مضروبة في الـ A، لازم الـ A أضربها في 2 2 2 في الـ A خلاص. طيب بعد كده عشان أمشي فردي، أنا كده ماشي زوجي، عشان أمشي فردي لما أجمع واحد لما أنقص واحد، فأنا كده هجمع إيه؟ هجمع الواحد. خلاص، وبالتالي ايه، انا كده خلاص خلصت المعادلات، انا بس محتاج بس ان المعادلات دي او انزلها على البرنامج. الجي تبقى اقل من 4 ماينس الاي، والاي هتبقى اقل من
اتنين في الايه زائد الواحد. خلاص، لو جربت البرنامج ده هيطلع الشكل الهرمي ده بتاع النجوم. وبالتالي احنا كده وصلنا لمرحلة نقدر نعمل اي شكل من النجوم، اي شكل طلب منك من النجوم تقدر تعمله، تقدر تنفذه، مش كده؟ تقدر تنفذ اي شكل من ايه، من النجوم. هتلاحظ دايما ايه اللي هي المعادله هتتغير، بس المعادله بتاعت الكونديشن اللي انا عاملها باللون الاحمر دلوقتي اهو، المعادله بتاعت الكونديشن هي اللي بس اللي بتتغير معايا. وتاخد بالك، هل انت عايز تطبع مسافات قبل النجوم؟ يبقى لازم هتضطر تعمل الفور لوب الايه بتاعت المسافات، تمام؟ لا، انت هتطبع نجوم مباشره، يبقى او سوري هتطبع مسافات الاول، يبقى هتطبع ايه، يبقى تعمل فور لوب للمسافات وبعد كده تعمل فور لوب للنجوم. مفهوم النقطة دي يا شباب؟ طبعا لو انا كنت في البرنامج رحت على طول شرحت لكم الهرم بتاع النجوم ده اللي ظهر قدامكم وقعدنا نتكلم فيه للصبح، ما كانش المعلومة هتوصل زي ما احنا مشيناها كده بالتدريج. صحيح، في احمد فكرني ان في الحاله دي عدد السطور مش هيبقوا 10، عدد السطور هيبقوا كام؟ 5 سطور بس، 5 سطور بس. فزي ما بقول لكم يا شباب، لو كنت انا شرحت مباشره البرنامج ده على طول كان هيبقى صعب ان الناس تفهم مني المعلومه، فعشان كده تدرجت في البرامج علشان اوصل في الاخر للشكل ده، انك تبقى على طول فاهم يتعمل ازاي. خلاص يا شباب. طيب، وهو طبعا مش هينفع ان احنا نقعد اكتر من كده عشان بس وقت الناس كمان. انا بالنسبه لي خلصت شرح، بس معلش ما شرحناش كتير بسبب المشاكل اللي حصلت في الشبكه. ممكن المره الجايه نعمل كده اول 10 دقايق مراجعه سريعه على الكلام اللي احنا قلناه، وبعد كده ايه نبدا نخلص الجزء اللي المفروض نخلصه المحاضره الجايه ان شاء الله. هحط لكم المثال تحلوه ان شاء الله على جروب. جزاك خير والله يا محمد، جزاك خير. والله انا العطل اللي حصل النهارده في المحاضره والله ما بايدي، فيعني اعذروني ان ده حصل النهارده وما قدرناش نشرح جزء كبير. لكن ان شاء الله من المحاضره الجايه هعمل احتياطات بحيث ان ايه تبقى الحلول موجوده يعني. والله انك تستخدم برمجه السي بلس بلس في لبرمجه المايكرو كنترولر، ده موجود يعني. انت في عندك مايكرو كنترولر بتدخل له كود سي بلس بلس ويشتغل عليه وينفذ عليه حاجه معينه، ده موجود. وانا فاكر يمكن كان في المشروع بتاع التخرج بتاعي كان في احد اعضاء المشروع بتاعي كان مسؤول عن الجزئيه دي، بس مش انا. خلاص، فالكلام اللي انت بتقوله مظبوط. بالنسبه للمحاضره الخامسه نزلت يا شباب، المحاضره الخامسه والسادسه، احنا وصلنا لحد المحاضره السابعه النهارده، المحاضره السابعه، فال6 محاضرات كلهم نازلين على الميديا فاير، وتقريبا هتلاقي المحاضره على السادسه على اليوتيوب، يمكن ما كانتش نزلت هتنزل، هتكون موجوده النهارده. انا ما اعرفش اسم البرنامج دلوقتي، انا ما اعرفوش ان انا ما اشتغلتش عليه في ساعه المشروع، انا كنت مسؤول عن جزء تاني في المشروع غير الجزء ده. لكن لو عرفت اتواصل مع اللي كان مسؤول عن الموضوع ده هرد عليك ان شاء الله. بالنسبه للماتيريال يا شباب، انا نزلت الفصل الاول والفصل الثاني، الفصل الثالث بس انا لسه بعدل فيه شويه حاجات عشان يطلع بصوره شكلها كويس اللي احنا شغالين فيه حاليا. الفصل الثالث اللي احنا شغالين فيه حاليا لسه ما نزلش، يعني في خلال المحاضره اللي جايه ان شاء الله يكون نزل. الحاجه الثانيه، المحاضره اللي جايه بتاعت يوم الاثنين احتمال ما اكونش موجود، لان انا عندي اجتماع في لجنه الجوده عندنا في الكليه في وقت المحاضره، فاحتمال.
فانا قبلها هكون منزل اعلان لو مش هكون متواجد في المحاضره اللي جايه. ربنا يكرمكم يا شباب، ربنا يكرمكم. ان شاء الله على المحاضره الجايه تكون مشكله الصوت ومشكله البطء بتاع الشبكه ده ان شاء الله يكون محلول باذن الله. طبعا انا لما المحاضره اللي احنا حضرناها النهارده هعمل لها مونتاج بحيث اشيل كل الاجزاء او الوقت اللي ضاع في الشبكه وفي الكلام ده، بحيث يبقى اللي موجود بس الجزء اللي استفدته من المحاضره. هتلاقي في الفيديو بتاع المحاضره دي الجزء اللي استفدته فقط او اللي تم فيه الشرح بس اثناء المحاضره، اما الاجزاء التانية بتاعت النت لما كانت فاصله فدي طبعا هنعمل لها مونتاج ان شاء الله. ربنا يخليك يا شباب، ربنا يخليك. حد عنده أسئلة تانية؟ حد عنده أي أسئلة تانية؟ تاني هنبه المحاضرة اللي جاية بتاعت يوم الاثنين لو في حاجة قبلها بيوم هبلغكم. قبلها بيوم او قبلها قبل المحاضرة هكون حاطط اعلان على صفحة الجروب اذا كان في محاضرة او لا. المثال اللي احنا حليناه النهاردة، الاكواد كلها اللي احنا حليناها النهاردة هنزلها برضه على الجروب علشان تمشي الناس تمشي مع البرنامج خطوة بخطوة. يعني كل البرامج اللي احنا شرحناها النهاردة هنزلها كلها على الجروب، وتاخد كل كود تجربه على حدة وتنفذه وتشوف الاول بتاعك عشان تبقى فاهم كل كلمة طالعة معاك. بالظبط، انا هعمل بوست على صفحة الجروب للبرامج المطلوب انك تنفذها. انا كنت عملت بوست من يومين لو في حد عنده اي اسئله يوجهها ليا او بيسال عليها او في عنده مشكله في البرنامج بيحط البرنامج بتاعه في الكومنت بتاع البوست ده. انا برضو هعمل بوست جديد مخصص للبرامج اللي انت المفروض تنفذها، تمام؟ والرد هيكون على في كومنت على البوست ده، بحيث يكون الجروب بتاعتنا فيها تنظيم شويه. ربنا يخليك يا شباب. طبعا انا ليا رجاء عندكم، ليا رجاء. طبعا احنا كلنا بنسعى في الخير وكلنا هدفنا في الموضوع ده خير، ما حدش بينتظر مقابل مادي او لاي حاجه. انا رجائي بس ان كل واحد يحاول ينشر الجروب بتاعنا ده في اوسع نطاق، ولو عنده في الكليه او لو هو مشترك في منتدى معين او في اسره معينه في الكليه عنده ينشر الموضوع ده. وطبعا المحاضرات موجوده على اليوتيوب مجانا، تمام؟ يقدر ان هو يعرضها لحد طالما ان ما فيهاش اي مقابل مادي، تمام؟ وانا عشان كده حطيت على صفحه الجروب حقوق الملكيه بتاعت الاكاديميه علشان إن اي حد عايز ينشر الموضوع بتاعنا يكون ملتزم برضه بالحدود اللي موجوده عندنا في حقوق الملكيه. طيب اي اسئله تانية يا شباب؟ وجزاكم الف خير على يعني على اهتمامكم وعلى تجاوبكم معايا. طيب اشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.